السلام عليكم، مرحبا بكم يا احلى انيقات ومتتبعات. مرحبا بكم فيديو ديالنا، فيديو اللي كان تحت الطلب ديالكم اللي سولتوني على هاد الموديلات بالضبط، القميص ولا القفطان بالفوقيه ولا المنصوريه ولا الدفينه اللي كيجي اكثر من رائع. فهادو القفيطنات بالفوقيه ديالهم ولا الكيمونو اللي كيكونوا حتى طاريين، نقدروا نلبسوهم في المناسبات ديالنا، كيجيو راقيين وزوينين. وكما كتلاحظوا كاين اللي كيبغي يتحزم على القفطان ويخلي الفوقيه محلوله، كاين اللي كيتحزم عليهم جوج، هما في كلتا الحالات كيجيو رائعين انيقين. واللي زوين في هذا النوع ديال يعني اللي تحزمنا على القميص والفوقيه خليناها من الفوق محلوله، انها ما تتفرزش لاطاي، يعني الناس ما كتبينش العيب ديال لاطاي، اللي ضعيفه او اللي غليظه ما تيجيش باين داك، يعني داك واش السيده غليظه ولا، فكتجي لاطاي ديالها مزيانه زوينه وكيجي راقي راقي بزاف. وكاين اللي بلا حزام، ولا لاحظتوا ان كاين زواق المعلم اللي مؤخرا ولا كتير بزاف بزاف، تيبغيو يديروا زواق المعلم لانه كيجي راقي وزوين. واخا كيكون زواق المعلم كتير، فاش يكون لون في اللون فراه كيجي راقي وانيق، ما كيجيش زعما الشارجي اللي كيضر في العين، تيجي زويون. كاين كذلك النباس، كاين غير بالسفيفة خفيف وكيجي انيق. فان شاء الله الفيديو ديالنا فيه ما لا يعد ولا يحصى من لي موديل، لي موديل تينسي في موديل، واكيد غادي يعجبو كل لي موديل لي موديل كاملين لانهم كلهم رائعين. فانا مبغيكم تختاروا شنو دي تختاروا، شوفوا لي لي موديل، شوفوا لي التنسيقات، وحاولوا تشوفوا الحاجه اللي غتناسبكم اكثر. ودي راه اللي كيمتبع الفيديوهات ديالي كتعرفوني كنوصيكم على الالوان. فقبل ما نشوف الموديل نشوف اللون، بعدا اللي غيناسبني نفكر في اللون اللي اولا ندير وغيناسبني اكثر وغادي يجي معايا، عاد نفكر في الموديل. وان شاء الله راه في هذا الفيديو غادي تلقاو كاع داكشي اللي كتقلبوا عليه واللي عاجبكم واللي مشهيينه. الفيديو ديالنا ان شاء الله انا كنحاول ما نطولش عليكم باش ما تملوش وانتم كتفرجوا، نخليكم يعني تشوفوا داكشي خفيف ظريف، وفي نفس الوقت تختاروا بعنايه شنو الموديلات اللي بغيتوا، الجديد كذلك هو الحصري وتنسيق الالوان. فكما كتشوفوا عندنا كاين اللي مخدوم اللون في اللون، وكاين اللي طويب ودخل عليه لوين، وكاين اللي القميص سامبل والفوقيه ديالو مزوقه. فكاين تبارك الله ما شاء الله اشكال وانواع اللي راقيه زوينه غتعجبكم كاملين. فنخليكم تفرجوا في الفيديو من الاول حتى التالي ان شاء الله، وقولوا لي في التعاليق شنو هما الموديلات اللي عجبوكم كثر، شنو الالوان اللي تارت زعما الانتباه ديالكم وعجبتكم. فان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتلقاو داكشي اللي كتقلبوا عليه، خصوصا الناس اللي عندهم مناسبات قريبه اللي تواصلوا معايا. كنتمنى تلقاو الموديلات اللي يعجبوكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم موديلات جديده. ودائما كما تنقول لكم الحصريه، فنتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، وخليت لكم راحه البال.